الأهم اللي ينتبهوا له التوانسة أنه نفكوا العزلة، وقاعدين نفكوا في العزلة على المناطق الداخلية، قاعدين نتحركوا في مستوى البنية التحتية باش يكون عندنا بنية تحتية جاذبة للاستثمار، لأنه إذا ما عملناش استثمار ما نجموش ننمو الثروة، ما نجموش نصنعوا ثروة، ما نجموش نصنعوا مواطن شغل. باش يمشي المستثمر للكيف والباجة والسليانة والقصرين والقروان وقفصة ومدنين وتطاوين وتوزر وقبلي وقابس وكل هال وسيدي بوزيد بطبيعة الحال وكل هالولايات هذية، يلزم ثم بنية تحتية متوفرة، يلزم ثم مناطق صناعية، يلزم ثم طرقات سيارة، يلزم ثم مياه موانئ للمياه العميقة، لأنه تونس فشلنا في حماية مستثمر في قرقنس يا خالد. أتو نجيك القرار. إذا عملنا الشيء هذا إلى جانب حزمة التشريعات الجديدة اللي عملناها واللي ما زلنا نعملوا فيها، مجلة الاستثمار الجديدة وقانون البنك المركزي وقانون البنوك والمؤسسات المالية. ما تقول حكومة مكبلة بالقوانين، مش مكبلة. لا بالقوانين مش نجم. قاعد تصنع في البنية التحتية الضرورية للمنوال التنموي الجديد بنية تشريعية قانونية وبنية تحتية عملية، يعني دون هذين ما نجموش نعملوا تنمية. وعلى فكرة التنمية في المناطق المحرومة هذه هي ضرورة وطنية، راهي مش حاجة جهوية.